بس عليك. يا مرحبا بيك وهلا. يا مرحبا. لاباس. واش راكم؟ مرحبا. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. واش راكم؟ الله يسلمكم. على سلامتك. واش راكم؟ خير. الحمد ربي. واش راكم على الخدمة؟ لا تنكر. الحمد لله. سالمين. لله الحمد. الحمد لله. الحمد لله. أصلا مرحبا. بيك وهلا. مرحبا كبيرة كبيرة. أيوة واجب. على كل. واجب أعتقد هو على كل حال أنا اللي عجبتني. وعجبت حتى السيد الفريق انك امتثلت العداله الاسبانيه وعطيت صوره على الجمهوريه العربيه الصحراويه بانها جمهوريه تاع قانون ما تخرجش عمرها ما تخرج على القانون. هذا واجبنا السيد. هذاك هو انا مناضل للقضيه. نعم. من اي موقع ومن اي مكان وفي اي ظروف. المهم حسب روحك. صافا صافا راني في تطور ملحوظ ومنا الايام ان شاء الله الميدان ان شاء الله. ان شاء الله. خذ راحتك على كل حال. ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خير. واجب. جزاكم الله خير. الله يمتنكم قويكم. الجزائر تبقى شامخه الى الابد. شكرا. امور قضايا تاع الحق عمر الجزائر ما وخرت من اول يوم استقلال تكون قضية تحت في شخصية والإسبان على كل حال مهما كان الحال نشكرهم على الجهد على القبول نهار الاول والحمد لله العلاج كان صايب. نعم. جيتنا معافى الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. احنا شرفناهم شوي بعدالتهم. درت مليح. لا هذه من شيم المناضلين والثوريين من شيمهم انهم يحترموا العداله عكس ما يقال. اساس ركائز نضالنا هو العداله من اجل العداله. انتم طالبين من العالم باشراع عداله ما يمكنش تتخلوا على العداله. هذا هو. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. سلمكم جميعا ويمد في اعماركم ان شاء الله ويعطيكم. راك في بلدك. راك في بلدك. ظن بلي انا اليوم اجد اي انسان احسن مني ظروف وانا في الجزائر مش موجود. راني في احسن ظروف نفسيه معنويه جسديه في سويالجي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نتمنى لك تخرج في اقرب وقت ان شاء الله. موفق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك. شكرا سيدي الرئيس. Thank you.